عجبا امركم ايها المصريين. والله العظيم ايه 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 قول فجأة كده لعبة البيت تطلع ترند ومصر كلها تلعبها. انا مش فاهم، لو انت مش عارف بتكلم على ايه، في لعبة اسمها جود بيتزا جريت بيتزا حاجة زي كده. اللعبة دي قديمة قوي قوي، فجأة سبحان الله طلعت ترند على الفيسبوك بطريقة غريبة والتيك توك، معرفش ليه، والمصريين كلهم بيلعبوها وحرفيا وصلوها الترند رقم واحد على الستور. بس بعد ما دورت كده فاهم شوية، اكتشفت ان اللعبة تمن ليها ترجمة عربي وفيها قلش جوه وحاجات غريبة كده. انا فاكر انا لعبتها زمان اصلا كانت بالانجليزي، فيمكن دي الاشهر، يمكن هنخش نجربها النهارده مع بعض. فانا قلت بما ان في لعبه عربيه للموبايل فتعالى نعمل الجزء الثاني من العاب مصريه وعربيه على الموبايل. فانا النهارده جايب لكم ثلاث لعب هنجربها مع بعض وهنبدا تحت البيتزا دي، ربنا يستر. قبل بس تعمل لايك تشيك على الجرس ويلا بينا نخش على اول لعبه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اللعبه اللي مجننه العالم كله، العالم ايه، مجننه مصر بس فاهم. بيتزا جيده، بيتزا رائعه، والله العظيم اسم غريب. نخش ونقول الفصل الاول لعبه جديده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاح يا عليم يا رزاق، ده في ايه؟ متجر بيتزا اخر، هل تحاول ان تخرب منطقتي؟ هل تعرف على الاقل ما تفعله؟ هو عبيط يا اسطى، اعرف طبعا. نعم، دعنا نراك على الاقل تصنع بيتزا بالجبنه العاديه جيدا، فقط 6 شرائح بصله. ايه بصله وجبنه؟ تشيز بيتزا يعني. اولا قوم بفرش العجين، نفرشها يا اسطى، فرشناها. البيتزا العاديه تتكون من عنصرين، صلصه وجبنه. يا اسطى تعرفني يا اسطى، بقول لك انا باكل فطير من زمان. المقادير تكلف مال، تاكد لا تبالغ في وضع الصلصه والجبنه تحت تحت تحت. ماشي ماشي، المفروض بقى ايه، نرسم كده اهو. ايوه نفرش الصلصه بتاعتنا. ايوه سلام سلام سلام. ده انا عايش حاجه يا عم، كمل يا عم. ماشي نحط بقى ايوه الجبنه، نفرش الجبنه اهو. حلوه بس كده، حلوه عشان ايه، الجبنه تسيح على الجناب فاهم، فتنزل كده. يا اختي بص يا عم، ماشي هنزودها اهو، يلا كترنا خلاص كفايه. ماشي بقى كده بقول لك اسحب هنا وحطها في الفرنه. ماشي ندوس هنا تقريبا، ايه يعمل ايه. اوكي ده احنا هنا تقريبا هنحط زيت حاجه زي كده فيخليها اسرع مجانا. بص لا انا عايزها يا عم، انا قاعد للصمام، مش عايز استعجل. انا مش هتفرج على الاعلان، مش هتفرجوني على الاعلان بمزاج. ايه ده تصدق قالك جبنتي او السياح اللي نهار السواح. كانت اصعب حاجه في اللعبه كلها، المفروض نقطعها بقى ايه، القطع المثلثات. ايه ده؟ لا استنى عشان الماوس بتاعي بيفوت. استنى يا جماعه عشان الماوس بتاعي، والله العظيم الكيكه بتاعته باظت فاهم. فبصوا هو بيشتغل ازاي، والله بصوا بنفخ فيه بيشتغل. استنى اهو بص والله اشتغل. ماشي ايوه اخر حته معانا. ايوه بص يخرب بيتي، والله العظيم جمدان. ايوه نحطها كده ونديها للزفت ده. اتفضل يا باشا. انا هبهدب. ممتاز، هذه انا قريت هذه اسوء. مين حضرتك يا باشا، عايز ايه؟ مرحبا من الراعي، رؤيه متجر بيتزا جديد يفتح من هذه المنطقه، هل يمكنك تجربه بيتزا الجبنه الخاصه بكم؟ اتمنى تقطيعها ل6 شرائح بس كده. بص انا كاني ما فهمت ماذا. مجرد جبنه وصوص على العجين، هي مجرد شيء بسيط غير معقد. ماذا؟ جبنه وصلصه فقط. ماشي بس انا غبي، انا اسف. $7 حلو قوي، بدفع مقدما. ماشي احلى. يلا بص يا اسطى اهي يا اسطى، بص 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 يلا اهي اهي يلا. ايوه احلى صلصه. بص يا اسطى انا عامل لك ايه، هكتب لك عليها ليو. بص حرف ال تمام. ايوه بص بص حلو كده يا اسطى، ولا ازودها لك. بس هو لما يشوف حرف ال دوت هينبه، اكني مضيله اكني مضيله. ايوه نيجي بقى ايه للصعبه. استنى ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم برند. بص اللي هياكل الحته اللي فيها صلصه دي بس دي هيزعل قوي. خد يا باشا اتفضل. ايه ده، ليه بقى اتكلم انجليزي؟ ايه ده اتقلبت شكلي يا اسطى، في ايه؟ ولا ممكن يبقى احلى. كيف الحال؟ سأجعل الأمر يسر عليك، ضع عجين في الفرن وبدون أي إضافات، ليجعل عليك تقطيعها أيضا. إيه ده؟ إنها تديك عجينة إيه ده يا أسطى؟ داخل على فطاطر يا أسطى في إيه؟ لا تستغرب، أنا أحب بعض الأحيان الاستمتاع بطعم الأصل الطحين. تعبيط يا أسطى، أنت إيه اللي أنت عايزه ده؟ مش ماشي ماشي ماشي، من مين ده؟ ماشي هو عايز فطيرة بدون أي حاجة، وبيحب طعم الفطير. ماشي قال لك كمان من غير ما فاهم ما تقطعها، هو تمن هيبرمها وهياخدها على بق واحد. اتفضل يا أسطى اتفضل. اريد تقبيل هذه البيتزا. انت ما تحترم نفسك يا اسطى في ايه. مرحبا بيتزا بالجبن، ارجوك لا تنسى ان تقطعها. عايزه صلصه؟ استنى اسالها بس. بيتزا الجبن مصنوعه في الواقع من العجين والصلصه والجبن، نقطعها الى 6 شرائح. انا عايز ايه؟ اوريجينال يعني، اوريجينال، عايزه اوريجينال. ايه يلا وايه وايه؟ نحط اهو يلا. ايوه نعمل اهو 6 1 2 3. خلاص يا ست الكل، اتفضلي يا موزه. لو فزت باليانصيب سوف اعينك طباخي الخاص. شكرا شكرا. يا للرائع، ايه يا لل ايه يا للراحه، ايه اللي ايه الراحه دي؟ لقد وصلت هنا قبل ان تغلق، ها هو الطرد الخاص بك. طرد جس، انا جايب لي حاجه رب، نفسي في ساعه. ماشي جابوا لي تابلت تقريبا. ماشي يا اسطى شكرا شكرا حبيبي، نورت يا باشا نورت. تسلم تسلم. خلصنا اليوم الاول، جاب 39 دولار، بقشيش $4، خسرنا $11.
تمام عادي عادي. تأكد من توزيع الصلصة والجبنة على البيتزا أيضا. بيبروني. استنى استنى. بيتزا جبنة رائعة، ولكن لتنضم في البطولات الكبيرة عليك إتقان اللحوم المعالجة ولا وهو تبع. ماشي يا اسطى ماشي يا اسطى ماشي. عايزين بيتحدني يعني نحط جبنة وصلصة وبيبروني على البتاعة. قشطة يا اسطى. بص يا اسطى بص يا اسطى، دي أسس إزاي تعمل بيتزا مارجريتا. بص يا معلم، ترمي كده أهو، ترمي الجبن كده أهو. بص بقى يا عم مش محتاجين والله، أنا عارف يا اسطى عارف. بص يا اسطى حط واحدة هنا اهو 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 يعني اهو 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 ايزي يا اسطى. مش هدوس على الزرار، مش هدوس على الزرار، ما 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 مش هدوس. جبنه سايحه وكل حاجه زي الفل، نقطع البتاع زي الفل يا جدعان والله التفوت. ثانيه واحده ثانيه واحده، عادي عادي عادي. يو هي البيتزا اتخرمت فاهم. معرفش في تراب ده ولا ايه والله العظيم، من ساعه ما رجعت من السفر هو بايظ. ماشي اتفضل يا باشا. واو هذه بيتزا حقيقيه، بيتزا حقيقيه الكرف يا ابن ال زي ده. مال المصري ايه؟ هل حصلت للتو على هذا البيبروني الطازج؟ يبدو انه رايي للغايه، هل يمكنك الاضافه؟ ماشي والله بحس ان بقي بيتلوي. ما هو الكلام الغريب ده؟ ركز باش الموضوع صعب. ايوه اهو 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 اهو، احلى بيبروني عليكي. بصوا بصوا الام خرافي اقسم بالله، نفخه بس بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تظبط ان شاء الله ان شاء الله تظبط. ايوه بس عاش. خد يا ولي. ولو كانت هناك سلحفاه ضخمه تطلق نار من فمها قد اخذ. ايه ده؟ هل يمكنك اعداد بيتزا الجبنه دون صلصه ليه؟ الى الجبنه على الحواف حتى. ماشي هو عايز جبنه نحطها نقربها من الحواف تمام ونحط الصلصه. عايز جبنه بس. ماشي ماشي ماشي، هو عايز جبنه بس بدون صلصه ولا حتى بيبروني. الناس دي دماغها غريب قوي والله العظيم. يلا يا عم احلى بيتزا بالجبنه. حياتي كانت بشعه الى ان تزوجت هذه البيتزا، حياتي بقت احلى بكتير. هل تعرف اي شيء طعمه ألذ من بيتزا بيبروني؟ لا والله ما اعرف. لا 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 ايوه ايوه. بص بص بقت والله العظيم بقى عندي تقنيه رهيبه والله العظيم. يلا يا ست خدي. هذا ما تميت تريد حياتي، البيتزا رائعه. ايه يا جماعه والله حاسس ان انا مؤثر والله العظيم. هل يمكنني طلب اكثر من شيء واحد هنا؟ اريد 2 بيتزا بالجبنه لتناولها مع عائلتي، من فضلك قم بتقطيع كل بيتزا لثمن رائع. عايزه 2 بيتزا ليه؟ مش عايزه بيتزتين. استنوا بقى، في ادي صلصه وادي الجبنه، ادي واحده عايزه واحده ثانيه، ادي الصلصه وادي لا استنى والله العظيم موزيتي وديني في الداهيه. استنى ماشي واحده ثانيه ناقص، وادي الجبنه ماشي. دي هتتحرق اللي في النص دي مش مشكله. ادي وانا طبعا قطعتها كتير قوي تقريبا. ماشي ادي واحده، عايز ارمي دي، ارميها ازاي؟ اه في زباله استنى. ايوه تعال تعال اللي بعديها، خش خش خش. ماشي تمام، وادي واحده ادي الثانيه. ايوه بقول لكم ايه والله العظيم بيتفوت. نهار اسود، دي قطعه ما علينا يعني، مش مهم مش مهم، مش تاخدها منها ان شاء الله. بيتزا جيده بل بيتزا رائعه. تسلمي تسلمي والله العظيم، والله ده من ذوقي. الحمد لله زباين سعداء الحمد لله. $30 ناقصناهم الحمد لله. مش مهم مش مهم مش مهم. انت عايز ايه يا عم انت؟ بقول لك كنت احسب ان متجر البيتزا الصغير قد اغلق، هل تقدمون حتى بيتزا نص ونص؟ لا انا مش فاضلكم بقى، انا مش فاضلكم، عامل لكم نص ونص مش عارف. انا الماوس بتاعي بايظ اصلا، انا هعرف انشن. اللعبه اللي بعديها ولو عجبتكم يعني ممكن نعملها فيديو كامل ونحاول نطور يعني، قولوا تحت في الكومنتات. اللعبه اللي معانا اللي بعديها اسمها حسن رش. رش ايه بقى؟ هنخش نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده حسن والمعزه؟ ايه ده بكار؟ ده بكار عندهم ولا ايه؟ ماشي حسن رافع ايديه، حسن بيشاور للمعزه بتاعته، حسن بيجري ورا المعزه. خلاص يا حسن خلاص يا حسن حبيبي. ايوه راح متزحلق ماشي، هوبا هوبا بيدعي ربنا، بيقول ربنا ياخد المعزه دي تمام. خلاص يا حسن ايه مش عارف تقول اي 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 جو. ايه ده دي شكلها صاب واي يا اسطى، دي صاب واي بس اللي بجري وراها فاهم يعني، انا البوليس فاهم انت؟ ابو ولدي ابو ولدي. حبيب قلبي انزل تحت. ابو ولدي ايه ابو ولدي دي؟ هيضربني استنى. ايه ده؟ اه يا عظامي. معلش يا باشا معلش ماشي، بيقول لي نط فوق يمين تمام. خش ده استنى يا عم خش. اه يا راسي انا قفشتها ولا ايه؟ ايه ده؟ انا مسكتك يا دحمان. هو في هو في ايه؟ ماشي يا سلام، هات 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 خد قفشتك. ايه ده ما بيموتش؟ تعورت تعور الصراحه تعور. كسرت كسرت. اطلع اطلع اطلع، انا في رجل كبير هنا، تعال تعال نعوره. كسرت اي حاج يا ابني، حدف عليه حاجه بيقول لي كمل ب 10 معيش ميه ومعيش غير 4، وانا طبعا هفضل طول عمري اجري وراها تقريبا. عايزين بس يعني ايه نجيب سكور عالي وبعد كده نشوف على اللي بعديها يعني. ماشي تعورت تعورت يا جدعان، الماوس بتاعي والله العظيم انا كنت بشد من تحت طلعت لفوق. يا رب معلش اتعورت انا اسف مره كمان انا اسف. بتحرك 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 بس في يعني ايه في تحس ان في تاخير شويه بس قشطه. والله العظيم دوست فوق، انا مش عارف اعدي اول حته. اخر مره اخر مره يلا ان شاء الله خير. اطلع فوق ايوه، خش يمين خش شمال، والله العظيم النفخ بيجيب نتيجه والله العظيم. كويس كويس ابو ولدي، الراجل ما حتفش حاجه. رحنا فيها رحنا دي مين يا اسطى؟ قصده ايه ده؟ قصدك ايه يا اسطى؟ احترم نفسك. انا عايز اقفش الراجل ده. اي واحد واحد
ابوه ايه كان هيشتمه بابوه. انا وصلت النهايه تقريبا. استنى ايه ده في ايه؟ اعمل ايه مش عارف اعمل ايه؟ ده لبر كروب ازاي ده سبايدر مان؟ يا ولدي يا نهار اسود استنى ولدي ابو ولدي حاضر حاضر هنادهولك يا ولدي خلاص يا اسطى ماشي هنادهولك والله ايوه حلو يا راسي يا راسي والله العظيم يا راسي خش على اللي بعديها نخش على اللي بعديها عشان انا ايه مش ناقصه ها مش ناقصه مش انا ايه كده خلاص بقى عشان ما كسرهوش قدامكم دلوقتي والله العظيم اكتر ما هو بايظ يعني اللعبه اللي بعديها اللعبه اللي بعديها حلوه حلوه بس يعني ايه كنت اتمنى يبقى فيها كلام عربي كتير اكتر من كده يعني اللعبه اللي بعديها اسمها مغامرات باندر والتميس السحري هي لعبه تقريبا معموله للبندريتا تقريبا فاهم فنخش نجربها دي لعبه من العاب العربيه فلازم نجربها اتوقع ان هي معموله له شخصيا وفيها كلام ليه هنخش نشوف ماشي المرحله كام واحد في الجلد نخش ايه ده طيب يا جدعان المفروض ده بندريتا اهو تمام اوكي المفروض احنا هنشوف بقى دي تبان هي شكلها ماريو اه وده جمع تقريبا 3 نجوم حاجه زي كده ايه ده هي ماريو هي ادي واحد اهو بس صح اه والله بس انا حاجه من صوت المزيكا العالي ايوه اقفش 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 يلا بينا ايه قال جيب حاجه جيب ايه جيب ايه هموت واعرف هموت مش هنام بالليل جيب كونان جيب موسيقى كونان ايه ده طب يا سيدي شكرا واضح ان هي اللعبه كده بس تقريبا المفروض ولا ايه ايه ده استنى ايه ده في حركات ايه ده ايه انا ضيعت كل اللي معايا اوكي انا مغص ماشي المفروض تقريبا اقدر انزل هنا تقريبا نزلت في حاجه تقريبا اوكي ماريو عادي ماشي استنى اباه دي فلاش دي فلاش مو فاست معايا حاجه قول مفتاح اقفش ايه يا اسطى في ايه انا مت يا خسرت كده والله ايه الكذب ده فعلا عندك حق عندك حق عندك حق اللعبه دي كدابه كفايه كده كفايه ستوب ستوب ماشي نوت باد والله العظيم نوت باد اهو ادينا اكتشفنا 3 لعب تاني حلوين اهو طيب وبس كده يا شباب ده كان فيديو النهارده رابط كيف يلعبكم لعبنا 3 لعب اول منهم لعبه البيتزا وتاني لعبه حسن رش وبندريتا في الاخر اتمنى يكون عجبكم هنحاول على قد ما نقدر نلاقي لعب شعبيه تاني مصريه ونجيب لكم فيديوهات تاني المهم لو انت عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشجع على الجرس وتتابعنا على السوشيال ميديا كلهم انستجرام وتيك توك كلهم هم واشوفك انا في فيديو جاي ان شاء الله Goodbye. لا مستني ايه ما تقلقش خلصنا شو الحاجة شو.